لا والله الاخبار النهارده كنت ممكن ترانس بوز تاجيره بعيد عنه تاجيره عشان خبوش الله يزفون قول يا زلمه مودي حمو يا شباب بعض اختي انا عم بذكر مش عرفها حياة الله يا شباب حياة الله حط الحجاب حياة الله يا شباب سمعت عن خبر الله بيقول لك اني لو عم بموت شو هلا جواني في ابو بخير مودي هذول الشباب اخذيتهم هذول الشباب لك ليقوم يستفرغ لك الله شكرا بعدين خايفين منك مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف يعني ايش شو ايش ترتيبي هاي ترتيبها ايش والله احسن بالله من امبارح من وقت ما عطسك قلت لك اخذ في ضحكه انت قلت لك انا عطس كثير ها هاتوا مي اعطيني مي مي شو انت ايش بس الله حمودي يلا روح جيب هذا حمودي اشفق الله انت مثل الولاد كمان عم تدفعش حمودي لا لا ممكن 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 ابو شريف ممكن ده ده انا بقولك ده لا ما انت عليه لا تخلي باله يتنج لا تخلي باله هو في حاله جوا يا زلمه طيب استخدم لا تخلي ابو يتنج ده ده يا زلمه حموده انا طول افتخ انا قاعد عم بشرب الله خليني اراجع هذا الشرف اقسم بالله ما اتصال بعد 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 عنه شو تعرفوا غيرك زين فيكم مقلم يونس هرب يونس هرب يونس هرب يونس هرب صور صور يونس هرب يونس هرب ينس هرب ما بتشوف الكبير عطيته هون انا فكر انت باب صورت تصويره على طول يونس وين يونس صار تحت لا والله انا عندي ما عندي يا شباب بيعدي لما عطس بوشي كله اخضر يا
قسما تخيل الجماعه عندها بهيك المرض جاري عصايك بتقول عليك انا طيب كانوا يقولوا بده يقول لي يوم اللي كنت اقول لك لا ما بيعرف ايه حلو مات هذا هو هذا هو هذا راح رجع انا رد تلعب بين فينا مقلب يا زلمه نزلت على تيك توك مين يا عبد الله نزلت على تيك توك لا قبل شو يا دوب هذا رقم ما تطفي يا زلمه ما تطفي لا يا رب صراحه تطفي ليش اللي قال شو الغينا مو زنزه غايبه عطا والله نحن هلا هذا هرب طول هذاك ما فيها مزح حياتي بس هذا كان سعد هذا اكثر من هذاك هذاك نادي لهذاك يلا روح طيب تعال ضمنه والله صرعانين انت ليش خشي؟ شرف اخي بقى مين المقطع؟